بن محسن طبعا لسه ما جناش تشكيل الفريقين حتى الآن، لكن شفنا حافلة النادي الأهلي وفي طريقها للملعب. خلينا نقول ما هو المطلوب من النادي الأهلي اليوم. نبدأ بالمدرب وبعدين نخش على الفريق. ما هو النادي الأهلي كله على بعضه، ما كلها المدرب والفريق والمدرب والإداريين وكل الناس يعني. لأنه عشان نتكلم لابد أن احنا هنتكلم على تشكيل الفريق لهذه المباراة والاستعداد الخاص بهذه المباراة والطريقة المقترح اللي ممكن يلعب بها كولر هذه المباراة. فنتمنى أنه يوفق في اختيار الأمثل والأنسب لهذه المباراة ويتلافى أي أخطاء حصلت في المباراة السابقة. أتمنى أنه التشكيل يكون من عناصر لها خبرة بالموقف، لأنه أي دافع بوجوه جديدة لعمل أي مفاجآت يعني ده مش وقت. عملية مش مضمونة، لأنه المباراة بتحظى باهتمام جماهيري وإعلامي كبير جدا، من الممكن أن تؤثر أو بالعكس ده هي هتؤثر بالإيجاب أو السلب على أي عنصر يكون موجود سواء أساسي أو بديل. فالأكثر هو العنصر البديل اللي هو بيشارك في هذه المباراة مثلا بعد ابتعاد لفترة، أو أنه عنصر جديد منضم إلى النادي الأهلي فبيفاجأ بالأجواء المحيطة بهذه المباراة بتأثر عصبيا على اللاعب. واذا اللاعب تاثر عصبيا ده هياثر بالتالي على نواحي نفسيه وعلى نواحي بدنيه وعلى نواحي مهاريه. فان شاء الله يكون دور المعد النفسي او المدرب اذا كان بيقوم بهذا الدور يكون دور ايجابي، يحضر اللاعبين نفسيا لهذه المباراه، يحضر اللاعبين ذهنيا وتكتيكيا بحيث انه كل لاعب يبقى عارف واجباته ايه وواجبات زميله اللي جنبه واللي وراه. اتمنى انه نكون ذاكرنا المباراة بشكل جيد ونجحنا في اختيار التشكيل والطريقة المثلى.